بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس الدورة التكوينية التي أقدمها. وقبل ما ندوزو الى خلال، فنبغي نشكر كذلك الإخوان الذين يتفاعلون يعني بشكل إيجابي على الفيسبوك، والناس اللي كذلك تعاونوا الإخوان وتساعدوني في الدرس عن طريق إعطاء معلومات أو معطيات أخرى في الدرس، أو يعني يحاولون إغناء هذا الدرس، فشكرا جزيلا لهم، وهذا هو المبتغى فيهم والمنتظر منهم. بطبيعة الحال الدرس ديال اليوم هو الجزء الثاني اللي غيكون حول السيرفرات وأنظمة التشغيل، بعد ما شفنا جوج ديال الأجزاء فيما يخص الشبكات، وتعلمنا بزاف ديال الحويجات فيما يخص الشبكات المعلوماتية. واليوم ان شاء الله فغادي نتطرقوا لموضوع ديال السيرفرات والخوادم. طبعا الحال موضوع السيرفرات او انظمه التشغيل هو واحد الموضوع مهم جدا، خصوصا الناس اللي يودون الاشتغال عبر الانترنت، لان مساله انشاء موقع الكتروني تبتدئ من المعرفه الجيده لاداره السيرفرات، وكذلك تاتي من الفهم الجيد من أجل أو الفهم الجيد لمسألة يعني إدارة أنظمة التشغيل التي تكون أو التي تثبت على هذه السيرفرات. لهذا فموضوعنا لهذا البث المباشر أو لهذا الدرس أو لهذا الجزء الثاني سيكون حول إدارة السيرفرات وإدارة أو أنظمة التشغيل. اذا بطبيعة الحال كما كنا شفنا في الدرس او في الدرس الاول، كنا هضرنا على السيرفرات، وكنت وعدتكم على اساس انه ان شاء الله راه غادي نخصصوا لها جزء خاص به، فما تطرقناش لمجموعه من التفاصيل فيما يخص السيرفرات. وكنا قلنا على او شرحنا مفهوم السيرفر، وقلنا على ان يعني الحاجه اللي كتخلينا او اللي كتخلي السيرفر كيختلف على الحاسوب ديالنا هي مجموعه من الاشياء اللي هي متعلقه اولا بالهاردوير، واللي متعلقه كذلك بالسوفتوير. فالسيرفر ماشي هو داك الحاسوب اللي كتخدم به يوميا، السيرفر هو مخصص لواحد الاداء يكون اقوى، والاهم من هذا الشيء هو انه كذلك يقدر يخدم لنا 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام. ففيسبوك او لا جوجل او لا اي موقع كتدخل ليه في اي وقيته كتدخل ليه، فانت كتلقى هذا الموقع اونلاين، كتلقى هذا الموقع موجود، يعني ماشي كيخدم من السبت للحد ولا يومين في السيمانه او لا لا، يعني وقت ما دخلتي راك كتلقى هذاك السيرفر خدام. فطبيعه الحال بالنسبه السيرفر من ناحيه الهاردوير فهو بطبيعه الحال كيتكون من معالجات اقوى قادره على انها تقوم ب يعني البروسيسين او البروسيسين ديال مجموعه من المعلومات دفعه واحده، لانه مثلا الحاسوب العادي بالمعالج العادي ما يمكنش مثلا تكونيكتا فيه 200,000 واحد. يعني تصور معايا عندنا واحد الحاسوب ديالك وحط فيه موقع وبغى يدخلوا ليه 100,000 واحد مثلا دفعة واحدة أو 50,000 واحد دفعة واحدة، هذا المعالج اللي كاين في هذا الحاسوب ما يمكنش يهضر مع هذا ويهضر مع هذا ويشوف هذا اش بغى. تخيلوا بحال شي نادل، بحال هذاك السيرفر، بحال هذاك تنقولوا ليه سيرفر نادل، هذاك السيرفر. تصور نتوما 100,000 واحد جاو عند هذاك السيرفر، السيرفر ما او هذاك النادي ما يقدرش يهضر مع هذا ويشوف اش بغى هذا ويمشي لعند هذا وهذا، ما يقدرش. هذا هو الحاسوب ديالك، لكن السيرفر المعالجات اللي فيه هي كتقدر انها تبروسيسي لينا بزاف ديال الطلبات، بزاف ديال لي ريكويست، كتقدر انها تبروسيسيهم لينا في واحد الوقت اللي قصير ومتعدد، يعني طلبات متعدده. هذا من ناحيه البروسيسور، كذلك من ناحيه الرام او من ناحيه الرام، حنا ملي كنهضروا على الحواسيب التقليديه فالرام ما كتكونش فيها واحد سعه رام كبيره او ضخمه مثل السيرفرات. السيرفرات راه كتوصل لارام ديالهم حتى ل 500 جيجا حتى في لارام،
256 جيجا، يعني كتلقى لا رام فريمون عنده مساحه ديال لا رام مساحه كبيره، لانها باش تقدر انه والانسان صراحه عندها علاقه بالهاردوير، لانه هذوك الطلبات قبل ما يتريتيهم البروسيسور او لا قبل ما تتم معالجتهم، هذه هي المصطلح اللي كنت نقلب عليه، ان يتم معالجته عبر البروسيسور، فباش يعالجوا البروسيسور تيخصو يتحط في لارام، خاصنا نهزوه ونحطوه في واحد الذاكره طومبوغير، واحد الذاكره اللي هي لحظيه، هذيك الذاكره اللحظيه ملي يكون عندنا واحد الكم هائل من المعلومات اللي خاصنا نتريتيوهم، ماشي هو بحال الحاسوب، يعني خاصنا واحد المساحه، واحد المساحه كبيره، بحال مثلا ملي كنقول لك عقل على هذا الرقم الهاتفي واش تنفتيه عليك، فانت كديرو في واحد الذاكره اللي هي ذاكره ما قصيره ولا كيف يسميوها، يعني باقي ما كتحفظوش، كتكون عيط قلت لك ديك عرضو ديك الساعه غتعرضو، ولكن الا غبرت عليك واحد نص ساعه وقلت لك عرضو عليا تقدر تنساه. نفس المساله كذلك بالنسبه للحاسوب او للسيرفر، فحنا باش نقدروا نستوكيو بزاف ديال هذوك الطلبيات، تيجي واحد تيقول لي عافاك واحد القهوه كحله شومبيني ولا صوص شومبينيون ولا هذا، المهم اخويا عافاك عطيني واحد الطنجيه مع هذا، هذاك النادي راه خاصو يحطهم في واحد ميموار طومبور، عاد يمشي يعطيهم البروسيسور اللي غيصاوب ليه او يعطيهم الشاف اللي غادي يصاوب ليه هذوك الماكولات وهذا. فهذيك بطبيعه الحال ملي كنهضروا على واحد الحجم هائل من المعلومات اللي خاص المعالج يقوم ب يعني المعالجه ديالها، فالسيرفرات خصنا تكون ذاكره كبيره باش يقدر انه يحط هذوك الطلبيات. اضف الى ذلك المساحات التخزين، فمساحه التخزين في يعني في السيرفرات بطبيعه الحال كتكون واحد المساحه التخزين كبيره جدا مقارنه مع الحواسيب العاديه، وهذا راجع بطبيعه الحال لانه اي شخص كيخدم يعني تيخدم مع سيرفر او اي واحد مثلا تيبغي ينشئ واحد الموقع اما موقع الكتروني او لا موقع تخزين ملفات او لا مثلا كاين اللي بغى يدير لنا موقع ديال الافلام، يعني تنحتاجوا واحد المساحه كبيره في السيرفرات في الاقراص الصلبه مقارنه كذلك مع الحاسوب، لان الحاسوب ما غاديش تلقى مثلا فيه 30 طيرة 50 طيرة، ما غاديش تلقى هذا الشيء، غالبا الحواسيب اللي كنستخدموا فهي تتكون فيها 1 طيرة 2 طيرة 4 طيرة 10 طيرة ممكن، مي ما تلقاش واحد المساحة اللي هي كبيرة بزاف مقارنة مع السيرفر. كذلك مسألة أن السيرفر يشتغل واحد المدة ديال 24 ساعة على 24 ساعة، إذا بطبيعة الحال خاصو واحد نظام تهوية خاص، خاصو واحد نظام ديال التهوية خاص، خاصو كذلك واحد النظام ديال الحماية اللي ما كتكونش عندنا في الحواسيب، لكون ان هاد الاجهزه هي مخصصه باش تشتغل 24 ساعه على 24 ساعه. اذا هذه هي الحواسيب او يعني تقديم نوعا ما السيرفرات باش نفهموا السيرفرات. بالنسبه كذلك ملي كنهضروا على السيرفرات وهذا الشيء غادي نديطايوه ان شاء الله في هذا الدرس هذا، هاد السيرفرات كذلك كما قلنا فهي راه كتختلف بطبيعة الحال، تختلف من ناحية الغرض منها، فعندنا بطبيعة الحال كما كنا أشرنا ليه مرارا وتكرارا في الدروس السابقة أن كاينين خدمات مثلا بحال مثلا المايلين، يعني كنلقاو سيرفرات مخصصة للمايلين، تيكون المنفذ كما شفنا المنفذ المحلول أو المفتوح هو البور 25 تيسماو الاس ام تي بي اللي هضرنا عليه، بروتوكول اس ام تي بي اللي كنا دوينا عليه، فهادو تيكونوا سيرفرات الشركات اللي كيعطوهم لينا، تعطيونا شركات هاد السيرفرات باش نستخدموهم مثلا في ارسال رسائل الايميل، بحال الناس اللي مثلا كيخدموا الايميل ماركتين، الناس اللي كيديروا الدعايه عن طريق الايميل، او مثلا اللي كيخدموا سي بي اي، هادشي ان شاء الله غنجي نشوفوه من بعد ان شاء الله في الدوره، مثلا تيخدموا سي بي اي او غير ذلك، فهما تيحتاجوا مثلا دي سيرفور ديال المايلين او دي سيرفور ديال اللي تيصيفطوا دي زيميل، فهاد السيرفرات هادو بطبيعة الحال تكونوا مخصصين لهاد الغرض. كاينين عندنا كذلك سيرفرات اللي هما مخصصين للاف تي بي، يعني فقط لتخزين الملفات، يعني كنجي كنهز ملف كنشري سيرفر او لا كنكري سيرفر عفوا وكنحط فيه الملفات ديالي. كاينين المهم مجموعه من الانواع ديال السيرفرات، ولكن المهم عندنا في هذا الدرس هذا هو اننا نعرفوا اشنو هما انواع السيرفرات من ناحيه التجاريه، يعني انا مثلا باغي نخدم بواحد بغيت نصاوب موقع الكتروني او متجر الكتروني او لا عندي شي فكره ديال شي موقع معين او بغيت نصاوب مدونه الكترونيه او اي شيء، فانا خاصني نعرف
اشنو هما الانواع السيرفرات اللي موجوده في السوق، وخاصك تعرف الفرق بيناتهم باش بطبيعه الحال ما تصيدش وما تدخلش. الو بالنسبه قبل ما ندخلوا باش ندخلوا لهذا الموضوع هذا، فاول او كما قلنا السيرفرات كاينين كذلك سيرفرات الاس كيو ال الخاصه بالقواعد البيانات. يعني انت مثلا ملي كتصاوب واحد الموقع اول حاجه كترفعو في واحد السيرفر اف تي بي، يعني خاصك تهز هذيك الملفات اللي عندك في الحاسوب وتخطى سيرفر اخر اللي هو سيرفر الملفات اف تي بي. وخاصك كذلك ملي كتحط هذوك الملفات او الموقع تيخصك انت عندك قاعده بيانات، اذا خاصك سيرفر خاص بقاعده البيان تسمى الاس كيو ال سيرفر. الاس كيو ال سيرفر ان شاء الله في انشاء المواقع غادي نقربوا من هذا نخدموا بهذا الشيء اكثر. الاس كيو ال سيرفر، فانت مثلا ملي كيجي واحد الكليان وتيطابي سميتو وكنيتو الرقم الهاتف ديالو تيدير اونطري، فهذوك المعلومات راه بطبيعه الحال تيتونغوجيستراو في واحد لاباز دو دوني. هذيك لاباز دو دوني في الحقيقه هي سيرفر، سيرفر قواعد البيانات. على العموم بالنسبه للسيرفر عندنا مجموعه من الانواع، من غير هذه الانواع الخدماتيه عندنا فيما يخص الطوبولوجيا ديالهم اذا صح التعبير. كاين عندنا ما يسمى اولا كيتسمى الهوستينغ او سيرفرات الهوستينغ. اشنو هما سيرفرات الهوستينغ؟ اذا انت ملي كتبغي مثلا تدخل واحد الموقع كتبغي تشري واحد سيرفر كاين ما يسمى بالهوستينغ. الوغ هوستينغ اش كنقصدوا بها؟ هذا النوع من السيرفرات هو تيكون سيرفر، تيكون سيرفر وتيكون عندك فيه، يعني انت كتختار تيكون فيه لارام ديالو خاصه به، تكون لارام ديالو وتتكون الديسك ديال مساحه التخزين ديالو اللي كافيك انت، وتيكون فيه كذلك قلنا لارام والسي بي يو ومساحه التخزين، تيكون هادو خاصين بك انت. ملي كتشري مثلا واحد الهوستين مثلا ماشي تتشري، كتخلص تتكري، لانك انت كتكري من واحد حاجه كتسمى الداتا سنتر. شنو هو الداتا سنتر؟ هو ان هاد الشركات هادو كيجيبوا هاد لي سيرفور كيانستاليوهم كيربطوهم مع الانترنت، وكتجي انت كتكري من عنده بحال كتكري دار فين تنعس، كتجي تتكري من عنده سيرفور، وهذاك السيرفر تيتفق معك تيعرض عليك الثمن، تيقول لك انا السيرفر ديالي كنكريه بهذا الثمن، هذا الهوستين ديالي تنكريه بهذا الثمن. الا بغيتي مساحه تخزين كبيره، بغيتي الدار كطل على البحر غادي بهذا الثمن، بغيتيها مثلا الدار كبيره مساحه تخزين كبيره بهذا الثمن. يعني نفس المساله بالنسبه للهوستين، يعني انت كتختار شنو بغيتي في هذيك الدار او لا شنو بغيتي في هذاك الهوستين. تيكون عنده واحد الباندويت معينه، واحد الباندويت. اش نقصدوا بالباندويت؟ هي ديك لانك انت ملي كتحط شي ملفات او الناس كيزوروا هذاك الموقع فهما راه كيجينيري واحد لو ترافيك، هذاك لو ترافيك فيه الداونلود وفيه الابلود. مثلا انا الا دخلت هذاك الموقع وتيليشارجيت شي تيليشارجيت شي فيلم، اذا هذاك تيليشارجيت راه جينيريت واحد لو ترافيك، هذاك لو ترافيك تيحسبوه عليك، تيقول لك مثلا غادي نعطيك مثلا 1 تيرا ديال الترافيك ولا غادي نعطيك 2 تيرا ديال الترافيك. اذا الى ديباسيتي كاين جوج حوايج، اما تزيد تخلص اما يسسبونديو لك الخدمه. يعني انت كيحددوا لك داك لو ترافيك اللي بغا يكون عندك في الموقع، كنقولوا ليه الباندويت. تيليشارجيتي شي فيلم، ديك المساله ديال دخلتي تافيشات لاباج ويب، اذا هذيك تافيشات لاباج ويب راه تيليشارجات واحد لاباج ويب، اذا تتخلص عليها. اذا تيكون عندك واحد ما يسمى بالباندويت، هذاك الباندويت كذلك تيحددوه معاك. الى ديباسيتي دبر راسك، انت داير معنا مثلا داير معنا انتيرا فتيها، اما غتزيد تخلص او لا اما غتزيد تخلص ولا غادي نسسبونديو لك. مزيان مفهومه هذه القضيه ديال الباندويت؟ مفهومه؟ اللي ما فهمش شي حاجه الله يرحمه ديال حط لي السؤال، لان ما عرفتش انا واش اللي ما فهمش يحط تنفهموها، احنا ما عندناش مشكل. لا ما يمكنش لي اخويا يوسف نعاود الشرح من الاول، الشرح من الاول 13 دقيقه، احنا انا باقي عندي ورقه على قدام نعاود لك من الاول. واش مفهومه الباندويت؟ مفهومه الباندويت مزيان. الو غادي يعني تيكون عندك مساحه تخزين خاصه، كلشي تيكون خاص بك في الهوستين، كلشي تيكون خاص بك. اللي هو شويه معيب في هذه النقطه انك كتخلص شويه بزاف مقارنه مع الشير هوستين. دابا قلنا الهوستين تيكون كلشي ديالك، تيكون كلشي ديالك. الشير هوستين لا، دوك لي غوسورس ديال الميموار ديال الميموار ديال الديسك دور ديال لارام
ديال السي بي يو تيكونوا بارطاجي لي ريسورس بارطاجي. يعني ملي كتاخذ شيرد هوستين غالبا راه كتلقاوهم فابور في سيغ انترنت، يعني شيرد هوستين تقدر تلقاها فابور وما تيكونوش فيها ضمانات بطبيعه الحال، او لا تقدر تخلص عليها. شيرد هوستين شنو هي؟ هو ان هذاك السيرفور اللي غنحطوك فيه انت غنحطو معاك 30000 واحد معاك، يعني ما غيكونش ديالك بوحدك، غيكون معاك ناس اخرين، غيكونوا معاك ناس اخرين. يعني هذاك البروسيسور اللي قلنا اللي كيجيري الطلبات ما غيجيريش غير الطلبات ديالك انت، غيجيري الطلبات ديالك انت وديال الناس اللي معاك، جيرانك، معاك الجيران، السكن الاقتصادي، الضحى، اليونس دارنا، إقامة بوعديان، فهمتي؟ يعني انت قاعد فوق الجيران وتحتك الجيران والصداع وبارطاجي لي غوسوس، عندكم نفس السلاوم، عندكم نفس لاسانسور، عندكم يعني هذوك لارام مثلا ما كتحطش فيها، ما تبروسيسيش فيها غير الداتا ديالك، لا الداتا ديالك وديال عباد الله. الديسك دور بارطاجي، داك الديسك دور مبارطاجين ومقسمين وكل كعكه، ها ديالك اخويا، ها ديالك انت، ها ديالك انت، ها ديالك انت. البروسيسور تيخدمش معاك انت، تيخدم مع هذا وتيخدم مع هذا وتيخدم مع هذا، فبالتالي تيكون عندنا واحد الاشكال في هذه النقطه وهي لي بيرفورمانس. تيكون عندنا مشكله ديال لي بيرفورمانس، يعني السيت ويب ديالك مثلا الا صوتي ان سيت ويب وابلوديتيه تما غيكون عندك، صوتي ان سيت ويب مثلا وابلوديتيه في شيرد هوستين يقدر يكون ثقيل، يقدر يكون ثقيل. علاش غيكون ثقيل؟ لانه هو راه ما خدامش عليه معاك انت، وملي تجي تقول ليه ماك ثقيل تيقول لك ماني خدام عندك، راه خدام عندي شينا فواحد، يعني ما تخدمش معاك انت. تيكون السيت ويب ثقيل، تيكونوا فيه مشاكل في لا سيكوريتي بزاف. علاش؟ لانك انت ما قالش بوحدك في هذيك الدار، راه معاك الجيران اخي، واحترم الجيران الله يرحم ليك الوالدين، وانت نصيحه للناس بداو يحترموا الجيران. تيكونوا دي ريسورس بارطاجي كما قال السي احمد طاهر، دي ريسورس بارطاجي، ما تكونش انت. فمثلا قول لي مثلا في المشاكل في لا سيكوريتي، جاك تبيراطا ليه السيت ويب ديالو مثلا، شي هاكر عنده شي سيت ويب فريا صاحبو تبيراطا ليه، تبيراطا دابا داك الهاكر دخل لهذاك، دخل عنده للدار، هرس الشرجم ودخل للدار، اش غادي يوقع؟ غيدخل عنده هو للدار ويدخل عندك حتى انت، فهمتيني؟ يعني واخا تقول لي ما تنهضروش على لا سيكوريتي في الشيرد هوستين، الشيرد هوستين يبوز بال. المهم هذا ما هذا شوف اللي ما فحالوش ولا اللي ما عندوش ولا غير بيض باني يقدر يبدا به، مي هو راه ماشي زعما ما سيرفر ما توزع. انا بعدا نصيحتي لك في التعامل ديالك ما تخدمش به، ضرب لي انت دابا مسيكوريزي السيت ويب ديالك، انت في نفس السيرفر معاه، انت مسيكوريزي، انت مسيكوريزي مقاد مع سيدي، ما كتشرب ما كدير ما والو، ما عندكش مع هذا، وحدك واحد السكير واحد العربيد مشى تبيراطا لي السيت ويب، خلي هذاك السيت ويب جات الواشنا غتجمعك انت وياه، غايقول لك لا هذا يعني غيتبيراطا لي السيت ويب، غيدخل ليه هو السيت ديالو، غيقدر يبار يقدر يضرب كاع هذوك لي سيت ويب اللي معاه في نفس السيرفر، غيتضربو سيغمون. داكشي علاش مثلا هذه بين مزدوجات غير باش تعرفوا، انا مثلا واحد الهاكر تيجي تيقول لك انا هذا النهار ضربت 500 موقع الكتروني، تبارك الله على 500 ضربت اي شير دوستين معاها بزاف لي سيت وحطيتهم في الزون، ايش والسلام عليكم، هادشي اللي درت. يعني تضرب 500 سيت ولا تيقول لك راه ضربنا 1000 موقع اسرائيلي وديك الهضره، هذاك الشيء اشنو هو منين يجي المشكل؟ جاي من الشير دوستين، تضرب ولا مثلا انت السيت ويب ديالك سيكيوريزي، اش كيدير الهاكر؟ في العظمى يدخل لك يضرب عليك السيت ويب ديالك وحل معاه، كيمشي يشوف لي سيت الاخرين اللي معاك في نفس السيرفر وكيشوف اقلهم حمايه كيضربو وكيوصل لك. داكشي علاش الشير دوستين ما من زعما نصيحتي انك ما تمشيش فيه بعيد. مزيان هذا دابا عرفنا الفرق ما بين هوستين، ملي تسمع هوستين اولا تدخل مثلا شي موقع بغيتي تشري واحد الاستضافه تعرف شنو هي هوستين، ودابا تتعرف شنو هي شيرد هوستين. واه دابا عندنا الهوستين والشيرد هوستين. في 2009 خرج لنا واحد الفيلم اخر، وهذا الفيلم هو اللي تخدموا به دابا بزاف. شنو هو هذا الفيلم؟ قال لك اخويا حنا بغينا ندير لكم واحد الحاجه واعره سميتها الفي بي اس، قال لك بغينا ندير لكم واحد الحاجه واعره سميتها الفي بي اس. واش مفهوم الهوستين والشيرد هوستين قبل ما ندوز للفي بي اس؟ ترى باقي تابعنا الكلاود وباقي تابعنا الديسكريبسيون، مفهوم ايه؟ والله الا عيب 2001 كيتفرج فيا هنا و2000 هنا، والله الا عيب، الله الا عيب 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 والله الا عيب. ويجي يقول لك لا مال البلاد
ما تيعاونوناش، مالهم الدراري ما تيعاونوناش، تيشوفوا غير راسهم، حنا قاعدين تنضربطوا معاكم. 2000 واحد كتفرج، كون كان نيزار كون راه ضرب 30000، ما علينا. مفهومة هادي قبل ما ندوزو في بي اس، اللي ما فاهمش الله يحبك يقول لي ما فاهمش باش نفهمو قبل ما ندوزو لحاجة أخرى. الناس ديال الانستغرام فاهمين، الناس ديال الفيسبوك فاهمين. لا ما تقولش لي لا، قول لي اش ما فهمتيش. لا غير بغيتي تدوز بيا الوقت. مفهومة؟ مفهومة نتوما؟ نتوما مفهومين؟ صافي مفهوم؟ أنا كنت تيدوز الوقت طير طير صح. صافي مفهوم دوز دار، ما فهمتيش الهوستين. اختي مي ضرارة، الهوستين هو تيكون عندك سيرفور ديالك، سيرفور ديالك بحال قلتي البي سي ديالك، البي سي ديالك واش انت كتبارطاجيه مع اختك مع عمتك مع هذا بي سي ديالك، حاطه فيه ديفيشي ديالو، داك البروسيسور اللي عندك ديالك، هذاك الرام اللي عندك ديالك، كلشي ديالك، هذاك هو اللي سميتو، هذاك هو اللي سميتو الهوستين، برايفت سيرفر، سيرفر خاص بك ديالك، بصحتك وراحتك، حاطه رزقك تما مرحتا ديالك، كلشي ديالك، ما عندكش، قضيه خامضه. بغينا نبداو، بغينا غير نجربو بحال دابا، دابا ملي غنبداو نصاوبو دي نصاوبو سيت ديال الاي كوميرس ولا نصاوبو موف بلوغ ولا هذا، ما غاديش نجيو نتوما بطبيعة الحال ما غنجيوش نبدا معاكم من غنقول لك شري سيرفر، لا انا غنشوفو شي سيت اللي كيعطينا ما يسمى بالشيرد هوستين، غنعطيكم سيت ديال الشيرد هوستين وغنخدمو عليه، غيعطيونا سيرفر فابور وغنخدمو عليه، هذاك السيرفر فابور اولا داك اللي تيكون خير تنقولو تيكون غالبا شيرد هوستين، اشنو هو هاد الشيرد هوستين؟ هو داك البي سي خدامة فيه انتي وعمتك وخالتك كلشي خدام معاك نفس الوقت في نفس اللحظة في نفس الوقت، يعني دوك لي غوسوغ داك البروسيسور ماشي هي ديالك، بحال كي بحال الروتور، الروتور تيخدم معاك انتي، لا راه مكونكتيا فيه انتي وعمتك وخالتك وخوك الصغير كلشي مكونكتي، يعني هذاك الروتور في حد ذاته لأن تا هو فيه بروسيسور وتا هو فيه لارام، ترى تا الروتور فيه بروسيسور وفيه لارام، يعني راه ماشي هي ديالك، راه ماشي هي ديالك، راه خدامة فيه انتي وخدام باك وخدام يوا سير حيد لهم تي الروتور وجي قول لهم هذا ديالي، غيجيك باك يقول لك علاه ماك شاريه هدية، إوا راه هذاك الشيء اللي غيديرو معاك هاد الشركة، تيقول لك هذا بارطاجي، نتا مخلص عليك تجيب كتنعطيوك عليك تجيب كتنعطيوك، سيرفو، لارام، بارطاجي، ديال كولجي، بروسيسور تيخدم معاك نتا وتيخدم مع كولجي، والديسك دور داك المساحة التخزين تي تتحط الملفات ماشي هي ديالك، ديال كولجي، ديالك نتا وديال نتا، فاش جيتو تنقسمو هاكا نتا واحد الطريف. هاك انت واحد الطريف هاك انت واحد 10 جيجا انت واحد 10 جوج جيجا يعني تيكونوا بارطاجي لي ريسورس بارطاجي مفهوم هاد المساله نتمنى انها تكون مفهوم صافي راه ما كاين ما نزيدو نشرحو فهادشي الو قلنا في 2009 لا ما مقلقنا والو اختي وطن وصلوا للشير دوسي ان شاء الله وغادي نبدا نبداو بعدا في الاي كوميرس السيت ديال الاي كوميرس داكشي غادي 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 نوصلوا داكشي دابا نتوما دابا حنا راه تنتعلموا الاساسيات دابا انا اللي تيهمني الاساسيات انا اللي تيهمني هو دابا الدراري كيعرفوا شنو هي اي بي بوبليك تعرفوا شنو هي اي بي بريفي تعرف شنو هو اس ام تي بي تعرف شنو هو اف تي بي تعرف شنو هو كيفاش كيخدم انترنت تعرفوا هادشي دابا اللي تبعوا معايا راه تعرفوا اللي عاد تيشوفوني رجعوا الدور الصباح انا غادي ندقق دقه غادي ندقق دقه الله يرضى عليكم حنا نوصلوا هذاك الشيء وان شاء الله نمشيو نمشيو هذاك الشيء الو قلنا هذوك العيبات فين تيكونوا الهوست تيتسمى داتا سنتر تسمع عقل عليها سميتو داتا سنتر الشركات اللي كتعطينا هاد الهوستين ولا الشيرد هوستين ولا الفي بي اس ولا الكلاود هوستين ولا كيتسموا داتا سنتر بغيتي تصاوب داتا سنتر من حقك من غدا تقدر ديرو نتا بغيتي دير داتا سنتر مرحبا تيتسمى داتا سنتر مركز معالجه البيانات ولا شي حاجه بحال هكا الو قلنا في 2009 اش وقع في 2009 2009 جانا واحد اللعيبه سميتها الفي بي اس الفي بي اس بدل واحد شويه هذا المفهوم هذا ديال الهوستين والشيرد هوستين خرج لنا بواحد المفهوم اخر قال لك هذا انا غنعطيكم ما يسمى فيرتشوال برايفت سيرفر فيرتشوال برايفت سيرفر فيرتشوال برايفت سيرفر في بي اس شنو هو هذا الفي بي اس الفي بي اس ما كانش غيكون لولا ازدهار الهاردوير ازدهار ديال الهاردوير الهاردوير ازدهر ولينا كنشوفو دي سيرفور اللي عندهم البيرفورمانس وحوش ولات كتصاوب وتطفلو مارشي
يعني ولاو عندنا وحوش، هاد الوحوش ولاو كيقدروا انهم يعني في وسط واحد السيرفر حقيقي لا رام، وهذا حقيقي وسطو نقدر ندير فيرتيال، ندير واحد السيرفر اخر او مجموعه من السيرفرات اللي هي غير وهميه. غتقول لي وكيفاش هاد القضيه وهميه؟ واقع دابا ملي قلنا السيرفر عرفناه في الاول، قلنا انه تيكون واحد الجهاز بلا 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 لا رام بروسيسور طططط. دابا مع انظمه التشغيل ولينا كنقدروا اننا بحال كملي كتانستالي فيرتوال بوكس ولا الناس اللي كيخدموا هادشي فيرتوال بوكس ولا فيرتوال ماشين كيعرفوا انه ممكن مثلا انا تنخدم في الويندوز دابا نساع ليا في بي اس، دابا مثلا تكون خدام في الويندوز او لا وبغيتي تخدم بلينكس او لا كنتي خدام بلينكس وبغيتي تخدم بالويندوز، كاين بعض الناس اش كيديروا ما كيمشيوش يديزانستالي لينكس او لا هو مانستالي الويندوز وعاود يزيد انستالي لينكس او لا يشري بي اس اخر ويدير فيه لينكس مثلا، لا كيدير شارجي واحد البرنامج اسميتو هذا البرنامج اما فيرتوال المهم هما بزاف ولكن اللي مشهورين هو الفيرتوال بوكس والفي ام وير، هما برامج اللي كتانصاليهم في البي سي ديالك اش كيعطيوك؟ كيعطيوك الامكانيه انك تشغل نظام تشغيل وسط نظام تشغيل، نظام تشغيل وسط نظام تشغيل، يعني نقدر انا مثلا انت دابا تقدر مثلا خدام بالويندوز مثلا في البي سي في ويندوز وسط داك الويندوز تتحل لك تخدم برنامج وسطو كتلقى لينكس، يعني انت خدام في ان واحد خدام بويندوز وخدام بلينكس. القوه ديال الفيرتواليزاسيون تتسمى الفيرتواليزاسيون، هادشي راه ثاني فيه شهادات، الفيرتواليزاسيون راه فيها شهادات وتخصص باش تكونوا عارفين. فهاد الفيرتوال تتسمى الفيرتواليزاسيون، هاد الفيرتواليزاسيون وكذلك شكرا للمعالجات، لان حتى المعالجات وهنا غادي نفتح واحد القوس ونسدو بسرعه. مثلا كاين الناس اللي كيبغيو انصالو الفيرتوال تيقول لها دير البروسيسور ديالك ما كيدعمش، اش اللي ما تيدعمش؟ الفيرتواليزاسيون، حيت راه ماشي ثاني جميع الحواسيب كيدعموا الفيرتواليزاسيون، تقدر انه مثلا البروسيسور ديالك ما كيدعمهاش، فهمتي؟ فيسفير ها كما قال السي ياسين، يعني ما كيدعمهاش. يعني تيخص اولا تيخصها واحد الخاصيه تاكتيفيها عندك في البي سي يعني في البيوس اكتيفي الفيرتواليزاسيون باش يدعم لك هذه القضيه هذه. فكما قلنا تطور الهاردوير هو اللي خلانا وصلنا لهذا المستوى اننا كنقدروا نخدموا نظام وسط نظام. صافي دابا فهموا هذه راه كتشوفوها كتعرفوا الفيرتوال بوكس تعرفوا. دابا رانا ندوزوا للفي بي اس، راه نفس البرينسيپ هذا اللي دوينا عليه، نفس البرينسيپ اللي دوينا عليه هكا كاين في الفي بي اس. الوغ انت مثلا ملي كتبغي تخدم بان في بي اس اش كدير؟ كتنوض معاه من سيدي كتقول مثلا انا هاد الفي بي اس مثلا خاصني مثلا هاد النوع ديال البروسيسور، خاصني هاد البروسيسور، خاصني هاد لارام، خاصني هاد الديسك دور، بغيت الديسك دور يكون فيه تيرا، وبغيت انايا في هذاك البي سي ديالي او السيرفر ديالي، ما باقيش غنقول بي سي غنبدا نقول سيرفر، في هذاك السيرفر ديالي بغيت مثلا 100 جيجا في الرام. انا بالنسبه لي علاش؟ لان السيت ويب ديالي كبير مثلا او لا انا عندي واحد الموقع اللي غيدخلوا ليه الناس بزاف، يا هضرنا غيدخلوا الناس بزاف اذا غيخصو يتخيطي بزاف، اذا غنختار مثلا 100 ميجا مثلا او لا العكس. وهنا قوه الفي بي اس، سمعوني مزيان، تقدر انت مثلا بغيتي تبدا واحد السيت ديال التجاره الالكترونيه، انت باغي تبدا واحد الموقع ديال التجاره الالكترونيه، انت ما غيدخلوكش النهار الاول بزاف ديال الناس، انت باقي ما معروفش الموقع ديالك، باقي ما معروفش يعني ما غيدخلوكش الناس. اش غدير؟ غتبدا في الاول تتخلص على مثلا غتقول انا غندير مثلا 10 جيجا في الرام، غندير غير 10 جيجا حيت انا ما تيدخلوش عندي الناس بزاف، وغادي تصاوب واحد وغادي تصيفط طلبيه، غتصيفط واحد الريكويست طلبيه ديال انشاء في بي اس بهاد المواصفات. اش كيديروا الناس يعني ممكن تخيل شي اوتوماتيكمون يمكن مانيوالمون، ولكن باش نفهموا هادشي بالبساطه الشديده، الشركه اللي تتخي عندها انت داك الفي بي اس اش كدير؟ كتوصل الطلبيه ديالك. اذا السي احمد خلصنا تبارك الله عليه، هذا السيد هذا تيخلص ناضي من لاكارت عنده ناضيه دازو الفلوس ما عندناش مشكل، اش كيديروا؟ بغا هاد الفي بي اس كيقادو لك اش يعني وسط هذاك السيرفر اللي هو حقيقي كيصاوبوا لك سيرفر وهمي، بحال داكشي ديال فيرتوال بوكس كيصاوبوا لك واحد السيرفر اللي هو وهمي، علاش سميناه فيرتوال؟ لانه وهمي. يجيو تيقولوا لك بلاتي سير زوما بغا يا بغا 16 دير ليه 16، بحال كني كتبغي تانصالي شي برنامج بغيتي تصاوب شي سيستيم ديكسبلواتاسيون مثلا كتخدم بلينكس فيرتوال راه كتقاد لارام شحال بغيتي، لارام شحال بغيتي ديسك دور،
دي غوسورس اللي هما بارطاجين من لي غوسورس فيزيك. يعني عندنا سيرفر فيه 100 جيجا في الرام راه ما يمكنش لك انت في الفي بي اس دابا مثلا ما تطلبش 200 حيت هما الاقصى عندهم هو 100. يعني غادي تطلب مثلا 50 ديك 50 غنعطيك انت 50 غتبقى لنا 50. عندنا واحد اخر بغى شي سيرفر اخر فيه 20 غنعطيو 20 غتبقى لنا 30. بغى شي واحد سيرفر فيه هذا يعني هذاك لي غوسورس اللي هما هاردوير ديك 100 مثلا 100 جيجا اللي عندنا هاردوير تقسموها عليكم غنعطيك انت 100 ميجا وتنعطيك انت 30 ميجا داكشي اللي طلبتي 30 جيجا تنعطي لهذا تنعطي لهذا تنعطي لهذا وتنكريو لك هذاك السيرفر. ملي تنكريو لك هذاك السيرفر داك السيرفر تتولي عنده ادريس بوبليك اللي هضرنا عليها تكون عندك ادريس بوبليك ديال اللي تتاكسيدي ليه منا. كيفاش تتاكسيدي ليه كيفاش هادشي هادشي جاي من بعد لا ما نهضروا عليه دابا في الجزء الاول غير باش نحيدوا الشاشه شي شويه. الو الحلقة في جامعة عفنا تريكت اللي كديرها وشرف كبير أنني نكون تندير الحلقة. سمعتي يا أخي أبو نرجس أنت عاطي غير الماكلة والحزاق ما تدير والو في حياتك بغيتي تبع الدرس مرحمة بغيتي تبع درر كمارتك. سمعتي يا زمع فيكم هي الفهامة شي حاجة ما شفناها منكم فيكم هي الفهامة نهار وما طمنتم بلا 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 شي واحد يجي يشرح هادشي والله لا شرحو بالرب المعبود ونتحداه فيكم هي الهضره. هذا هو الفي بي اس. الفي بي اس كما قلت لك انت تقدر مثلا تبدا بواحد المساحه معينه تقدر انت مثلا بديتي بواحد انطيرا وبديتي غير ب 10 جيجا في الرام بديتي داكشي مثلا متواضع بداو تيكثروا لك الناس اش كدير كتزيد غير المساحه كتزيد في الرام كنتي تتخلص على واحد الرام معينه بدا عندك لو تخ بدا عندك لو ترافيك كثير بدا عندك الرواج في هذاك السيت السيت ولا تيتقال ما بقاش ريسبونسيف ريسبوند تايم اللي كنا هضرنا عليه داك البين عطيتهم ليه هضرنا في البين ولا تقيل ما بقاش كيف ما كان كتزيد في الرام كتزيد في البروسيسور كتزيد وتيبقى لك هذاك تيبقى لك هذاك لو سيرفور ديالك تيبقى لك هذاك لو سيرفور يعني داك لو سيت ويب ما غنحتاجوش ما غاديش نحتاجو نعاود نهزو السيت ونعاودو تاني بغيتي 10 جيجا نديرو سيرفر اخر ونهزو هذاك الشيء ونعاودو نحطوه في داك السيرفر ونعاودو نخدمو به ما غيمكنش لينا ماشي هو يعني انت مصيبه والسيت تكبرتيه وكلشي تعاود تاني تبدل هز تاني من هنا وحط هنا ما يمكنش. داكشي علاش الفي بي اس فيه هاد الامكانيه انك غير تخدم غير على فيرتوال يعني غتزيد لارام غادي تعاود تزيد لارام ويبقى يبقى النظام هو هو غيبقى كلشي عندك هو هو غتزيد فيه غيتزاد وصافي. الهوستين والشير هوستين لا غادي تبغي مثلا عندك هوستين ديال سميتو عندك دو شوز يا اما تتهضر مع الشركه هي اللي كدير لك هذه الخدمه يا اما خاصك تصاوب ان اوتر سيرفور وداك كنتي انت في الهوستين مثلا دير 10 جيجا في الرام ودير نص تيرا مثلا في الديسك دور غادي خصك ملي تخيي سيرفر اخر خصك تخيي سيرفر اخر وهز هذاك السيت وهز الباز دومين كلشي عاود حطها ثاني في السيت الاخر الحاجه اللي غادي تاخذ منك واحد الوقت اللي هو طويل. من ناحيه لا سيكيوريتي جبنا شير هوستينغ قلنا مشاكل وحتى في الهوستينغ كاين مشاكل الفي بي اس تيبقى في من ناحيه الامان اكبر بكثير زعما المستوى الامني ديالو المستوى الامني ديالو تيبقى طالع مقارنه مع الشير هوستين ومع الهوستين. علاش لان حنا قلنا فيرتشوال برايفت سيرفر يعني انت كتكون بحال معزول بحال دايره بك واحد الفقاعه انت بوحدك تعوم فيها ما معك حتى شي حد اخر ماشي مثلا بحال الا كومباريناها مع الشير هوستين شغل قلنا لي غوسورس بارطاجي كلشي معك تبيراطا سيت جارك تبيراطا يدخل عندك طلبه بالدار تلقى الدار ما عندوش مشكل. في فيرتشوال برايفت سيرفر حنا راه في نفس السيرفر ولكن كل واحد يعوم في نظام التشغيل يعوم في واحد فواحد ساند بوكس تيكون ساند بوكس تيكون داكشي فيرتيال تيكون معزول هذا بوحدو باش هذاك الهاكر ينتقل من هنا لهنا كتكون المساله اللي هي شبه مستحيله. داكشي علاش تنقولوا الفي بي اس مزيان في لا سيكيوريتي وداكشي علاش بزاف ديال الناس حاليا كيخدموا بالفي بي اس. الا كنتي كتفرج في الاي بي تي في راه الاي تي في اكثريه تيخدموا في بي اس كاينين ناس اخرين المهم غنهضروا على ميثود اخرين
اكثريه الناس يخدموا في بي اس، يعني لقاو هذا الفي بي اس واحد الحل جميل جدا كيحل لنا مجموعه من المشاكل، لا في السيكوريتي لا في اداره السيرفرات لا الى غير ذلك. مزيان. الو كاينه واحد القضيه اخرى، كاينه حاجه اخرى اللي كتسمى، واش مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم هذا الشيء حتى هو ولا شكون اللي ما فاهمش هذه النقطه هذه؟ بحال اوراكل فوالا مصطفى الحديد كما قلتي، دابا الناس اللي تيخدموا الفيرتواليزاسيون في لي بي سي كيانستالي كالي لينكس ولا هذا راه غيفهم، انا على يقين غير غيطير غيفهمها طايره لانه هو ديجا خدم هذا الشيء. الناس اللي ما عمرهم فهموا اللي انا خفت. الصوت ما كاينش، الصوت كاين الخوت ولا ما كاينش؟ كاين الصوت ولا ما كاينش؟ كتسمعوني مزيان؟ اوكي الو، دابا هضرنا على الهوستين، هضرنا على شيرد هوستين، دابا غنهضروا على هضرنا على الفي بي اس، دابا غادي نهضروا على شي حاجه اخرى، غنهضروا على شي حاجه اخرى سميتها الكلاود هوستين. هذا خلق ثوره في مجال، قلنا في 2009 خرج لنا الفي بي اس، دابا خرجنا لنا شي حاجه سميتها الكلاود هوستين. هذا الكلاود هوستين سهل الخدمه بالجد، ولات ساهله بالجد. كيفاش ولات ساهله؟ دابا حنا ملي هضرنا على الفي بي اس، ملي هضرنا تنهضروا دائما بالمفهوم ديال عندنا واحد السيرفر اللي كنكريو فيه، يعني كنكريو فيه دي كليون، تكون عندنا دي كليون، كل كليون بالمميزات اللي بغاش، بغا في الديسك دور الى غير ذلك. الكلاود هوستين بدلينا المفهوم ديال طريقة التعامل مع المواقع الإلكترونية أو الأبليكاسيون ويب، ولا شوف أش من خدمة بغيتي دير فيه. علاش؟ أولا كيفاش كيخدم الكلاود هوستين؟ الكلاود هوستين أولا كتكون أنت ملي كت يعني ملي تيكون عندك أن سيت ويب كلاود هوستين، أول حاجة كيكون السرعه في الاداء، تيكون النظام ديال او ذاك الموقع اللي بغيتي تدخل ليه ولا هذا تيكون سريع، يعني تيكون السرعه في الاداء، تيكون لا سيكوريتي ديالو حتى هي طالعه وكذلك كيهنيني بزاف ديال المشاكل غادي نهضروا عليها دابا. اولا انا ملي كندير واحد الموقع ملي في الكلاود هوستين، الكلاود جات من السحابيه، الحوسبه السحابيه، يعني انا مثلا ملي كنحط واحد الموقع ديالي في واحد السيرفر ما كيتحطش في سيرفر واحد بعينه، لا داكشي اللي كنحط في هذاك السيرفر كيتهز ويتحط في بزاف ديال لي سيرفر، ما كيتحطش غير في سيرفر واحد، كيتهز ويتحط في بزاف ديال لي سيرفر. وبالتالي ملي كنحط ملي كنصاوب واحد السيرفر كلاود وكنبغي ندخل اولا مثلا نحط فيه لي فيشي ديالي، وتيجي مثلا ان سيت ويب سيت اي كوميرس اولا هذا، واللي كيبغي شي واحد يدخل لهذاك لو سيت، اولا كاين واحد الحاجه كتسمى لود بالانسين. اشنو هي اللود بالانسين؟ ملي كيبغي يدخل شي واحد اش كيدير؟ كاين واحد تيتسمى اللود بالانسين، تيدير ديسباتش، كيهزك انت يحطك في هذا السيرفر ويزاد يحطو في هذا السيرفر ويزاد يحطو في هذا السيرفر، وهذوك لي سيرفر كاملين هذوك لي سيرفر كاملين تيكون فيهم الموقع ديالك، يعني هو كيهز هذا يحطو هنا وتيهز هذا تحطو هنا. هذا اولا شي حل لينا، تيحل لنا مشكل ديال الترافيك، يعني ما كنركزوش على سيرفر واحد ونبقاو مهودين عليه 100000 واحد ضاربه في داك السيرفر، لا ديك 100000 واحد غنشتتوها، غنحطو شي هنا ونحطو شي هنا ونحطو شي هنا، وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. يعني السرعه، يعني اولا ملي غنبغي ندخل الموقع دغيا غيدخل دغيا غادي يتفتح معايا الموقع وغادي نقدر نخدم به، هذا من جهه. من جهه اخرى فيما يخص السيكوريتي، علاش؟ لانك انت مثلا لا خدام بهوستين او لا خدام في بي اس، عندك واحد الاشكال تكراش عليك السيرفر، كراشا ولا وقعت فيه ولا شعلات العافيه في هذاك السيرفر ولا وقعت شي حاجه، اش بغيوقع دوك لي دوني ديالك؟ بح. تقدر انت مصاوب واحد السيت ويب باغ اكزومبل ب 20000 درهم ولا صابو غير راسك ولا المهم هنا مشيتي صاوبتي مثلا ان سيت ويب ب 4 مليون ولا هذا، او لا مثلا واحد السيت ويب كيدخل لك الفلوس ولا كيدخل لك الفلوس يدخل لك واحد 20000 درهم في النهار ولا تخرج مشى، انت ما دايرش واحد الحاجه كتسمى الباك اب النسخه الاحتياطيه من داك السيرفر، مشى دوك لي دوني عندك مشاو. الكلاود لا،
في الكلاود لا يتحرك هذاك السيرفور هذاك اللود بالانسين كي تلقى هذاك تحركتي ما تيبقاش يمشي ليه كيدوز لحاجه اخرى سدي ذاك الباب كيزك انت تعاود يحطك فواحد القنتي زاد يعاود يحطو فواحد لق... يعني تيمشي تيمشي لديك النوط تلقاها ما خداماش كيهزك يحطك في قن يعني تيحل لنا مشكل ديال لا سيكوريتي ديال البيانات ديالنا يعني انت باش تاخذ معايا فكره في الكلاود الكلاود كتخدم كتركز في الموقع ديالك ما باقي تهز لهم لا الباك اب ما باقي كتهز لهم لا مال سي ترافيك ما كتهز لهم لي ريسورس خصني نطلعو لا بوطون انت ما كتهزش لهم هادشي انت تركز في لابليكاسيون ديالك هذا هو الكلاود بالاضافه كذلك الى لا سيكوريتي كاين واحد حاجه اخرى كتسمى بي از يو يوز بي وهذه دابا تعني هذا هو التوندونس بي از يو يوز الوغ شنو هي بي از يو يوز او لا بي از يو جو هذه تاني ملي كتبغي تدخل مثلا مواقع اللي كيبيعوا الهوستين تيقول لك بي از يو جو اللي معروف بحال الاوس امازون بحال ازور هذا كيعطيك واحد الامكانيه ديال بي از يو جو اشنو هي بي از يو جو تيقول لك اخي دابا انت كتجي عندنا كتشد من عندنا سيرفر مثلا انت يلاه بغيتي تبدا كاين واحد الاشكال انت مثلا شاد واحد البي سي مثلا اولا شاد واحد السيرفر عفوا ب 10 ميجا في الرام مثلا 500 جيجا في الديسك دور شاد واحد البروسيسور معين ماشي مشكل ولكن انت النهار الاول اللي بديتي صوتي داك السيت ديال الاي كوميرس ديالك ولا عندك واحد النقطه واحد المشكل شنو هو وانا على انت النهار الاول بعدا غادي تستهلك هذيك 10 ميجا ما غاتستهلكهاش يعني انت واخا عاطينك مثلا المينيموم عاطينك المينيموم هو 10 انت غادي تخدم غير ب تخدمها ب 1 جيجا غادي تخدم غير ب 1 جيجا واش فهمتي غتخدم غير ب 1 جيجا ولا غادي تخدم لا قلت الله اكبر ولا تخدم غير ب 2 جيجا ايوا هذيك 8 جيجا نبقاو نفكتوريو عليك نبقاو نفكتوريو عليك ترافيك او نفكتوريو عليك واحد الباندويت معينه وانت ما كتستهلكهاش حيت انا مثلا في المينيموم عاطيك انا في الباندويت مثلا واحد الطيره وانت باقي ما توصل حتى 10 جيجا فهمتي وتتخلص تتخلص 100 طيره شويه صعيبه وما يخرج منها واحد الحاجه سميتها بي از يو جو شنو هي بي از يو هذه راه ما عندها علاقه بالسيرفرات هذه باش تعرف خدمه باش تعرف اش واقع البي از يو واش تيقول لك تيقول لك شوف الحاج انت عيوان ما تبقى تخدم بهادشي هكا هذا غندير لك واحد الفيلم سوين بحال التليفون خلص داكشي اللي دويتي خويا استهلكتي ليا استهلكتي ليا ان جيجا غنخلص على ان جيجا استهلكتي ليا 3 جيجا غتخلص على 3 جيجا استهلكتي في السي بي يو داك البروسيسور استهلكتي قد والقد غتخلص القد والقد وتيدير لك واحد التعريفه معينه ها شحال غادي تخلص كريتي من هنا هادي اش غتخلص الترافيك ها علاش حنا تخلص يعني داكشي اللي استهلكتي كتخلص وبالتالي استهلكتي شويه غتخلص شويه استهلكتي بزاف غتخلص بزاف هما يحلوا لنا هاد بحال كتخلص الضو خلصتي بزاف هذا كيتسمى باي ازيو كاينه امازون كاينه في الاوس كاينه في الازيو صافي مفهوم هادشي يا الاخوان مفهوم هاد اللعيبات قبل ما ندوزو تتسكيلا كما قال سي سفيان متر افوالا كما قال سي سفيان متر تنسكيليو كما قال سي سفيان كيل ديفيرونس انتر في بي اس اي ار دي بي واخ لا ديفيرونس انتر في بي اس شرحنا الفي بي اس وفهمناه الار دي بي شنو هو الار دي بي هو ريموت ديسكتوب هو واحد الحاسوب اللي انت كتكريه وكتدخل ليه باش كتخدم به كحاسوب كتخدم به كحاسوب وهذا النوع ديال الخدمات ما كنخدموش به حنايا باش نديرو فيه سيرفر نديرو فيه هو ار دي بي راه تقدر تانستالي فيه سيرفر اباتشي وتخدم به زعما تقدر تانستالي سيرفر اباتشي اللي قلنا هو سيت ان سيرفر ويب تقدر تانستالي فيه وتخدم به الا كنتي خدام بار دي بي ويندوز وتخدم به ما كاين حتى شي اشكال ولكن ما كنخدموش به هذا الار دي بي هو واحد الحاسوب حاسوب بحال هو سيرفر بطبيعه الحال ولكن انا كنكريه علاش لعدة اعتبارات مثلا
بحال الناس اللي كي بحال ايجي بيست مثلا. ايجي بيست هذا الموقع هذا انت في نظرك علاش كيخدموا في نظرك؟ واش انت تيسحب تيمشيو تيخدموا بالبيسيات ديالهم تيتيشارجيو الافلام بالبيسيات ديالهم وتيابلودوهم بالبيسيات ديالهم؟ لا ما خدامهاش ليه، تيخدم بالار دي بي. علاش الار دي بي؟ حيت الار دي بي هنا تنهضروا على الجيجا بيت، عنده بورت كيخدم 10 جيجا بيت، عنده كونيكسيون مزيانه، يعني هو ملي كيتيرشارجي شي فيلم تيخدم بالار دي بي كيتيرشارجي بواحد، يعني فيلم يقدر يتيرشارجي هو غير 3 دقائق باقوي تحط في هذاك الار دي بي، ومن داك الار دي بي غيعاوتاني تيكون عنده حتى الابلود مزيان. تنهضروا بالجيجا بيت هنايا، ماشي ديك 100 ميجا اللي عطاك اتصالات المغرب وكتقطع، لا هو راك عنده جيجا بيت، يعني عنده واحد السرعه انترنت خياليه كتيرشارجي بها وتعاود يابلودي بها. هذا غيخدم بار دي بي، ما يخدمش ليك، ما يخدمش ليك ب، ما يخدمش ليك ما غاديش يخدم ليك ما غاديش يخدم ليك ها علاش داير الكونسلتين وحق الرب المعبود اقسم لكم بالله باش ما بوزبل ما باقيش نهضر معاه. ايوا على اليوم صبر نصح باش ما يخدمش باش الابلود تيكون عنده سريع، سمعتيني؟ باش يكون عنده الابلود سريع، داكشي علاش كيخدم بالار دي بي حيت يكون فيه الداونلود مثلا الابلود سريع. سي تان بي سي لي دي بيرفورمانس ديال ان سيرفر، داكشي علاش كيخدم به. كاين اللي تاني مثلا تيخدم بالار دي بي، علاش؟ هو مثلا بغيت تسجل في واحد الموقع وداك الموقع تطلب اي بي ميريكاني تيدير ار دي بي باش يخدم بهذيك الهويه ديال داك، حيت انا ار دي بي كاين في ميريكان، فهمتي؟ لانه كاين في ميريكان، اذا الهويه ديال ميريكاني كاين هو في ميريكان ما كاينش هنا. يعني ما كاينش هو هنا، يعني هو بحال كاين في ميريكان، يعني هو عنده بي سي ولكن في ميريكان ماشي هنا. كاين بعض الناس ايمان سذاجه منهم، وهنا ثاني بطبيعه الحال الشركه اللي تعطيك لي ار دي بي كيقوموا باعمال تخريبيه او جرائم الكترونيه عن طريق استخدام ار دي بي، يعني عوض ما يخدم بالحاسوب ديالو كيخدم بحاسوب كاين في ميريكان او لا في روسيا او لا. المهم حيت هو هادشي ثاني فيه نقاش، كاينين دي ار دي بي اللي خدمتي به غيعيقوا بك ولا وقعت شي مصيبه غيبلغوا الاوتوريتيز، وكاين دي ار دي بي بطبيعه الحال ما تتعاملوش مع الاوتوريتيز، يعني درتي به شي جريمه ولا هذا صعيب الاوتوريتي ان تحصل على الهويه ديال هذاك الشخص. هادو هما راه دابا المشكله انيوغي هو انا المصيبه الكحله، انا عيني كتبقى تشوف لي كومونتير وخصني نشوف الاسئله ديال الناس. فهذه مساله، هذه مساله دابا فهمنا، دابا فهمنا لي سيرفور، فهمنا الانواع ديالهم، فهمنا يعني دابا انت راك نورمالمون فاهم وقتاش غتستخدم هاد السيرفور، شنو هو السيرفور اللي بغيتي، شنو هي الفكره اللي جاتك لراسك، شنو هي لا سوليسيون اللي انت كتحس براسك انها قريبه منك. تقدر انت دابا كتشوفني تقول لا انا غنبدا في بي اس، تقدر تقول انا بغيت نبدا بكلاود هوستين، تقدر انت تقول لا انا غنبدا بي از يو جو ولا بي از يو يوز. يعني كل واحد دابا فيكم كيتفرج فيا راه دار واحد الفكره في راسو، عرف الفروقات وعرف اذا طاح شي كلمه راه تيعرف. دابا تحتي في واحد السيت ويب راه كتعرف شنو هي هوستين وتتعرف شنو هي هذه وتتعرف هي هذه. وكما قلت لكم دائما الهدف من هذه الدوره هذه هي اننا ما باقيش نوليو كالحمير، وسمحوا لي على هذا المصطلح لان هاد الناس كيعتبر شي ناس كيعتبركم حمير، كليكي هنا دير هنا دير هنا، انت ما فهمت حتى وزه ما كي لا كليكي هنا دير انت دابا راك كتفهم وكتعرف، شتي في بي اس عرفتيها شنو هو، عرفتي شنو هي شيرد هوستين، عرفتي شنو هي هوستين، عرفتي شنو هي كلاود هوستين، عرفتي شنو هو بي از يو يوز. صافي دابا انت فاهم هادشي. السلام عليكم. دابا رانا نشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه في التخريج، هي انظمه التشري. دابا لي سيرفور عندهم انظمه التشغيل، هاد لي سيرفور تخدموا بانظمه ديال التشغيل. انظمه التشغيل شوف كاين عندنا جوج ديال انظمه التشغيل اللي هي معروفه وفيري بابولار، وحده فيهم غادي دابا هذا اللي غنقول لكم ما غاتخدموش به اكثر، يا ما غيخدمش به. كاين عندنا الويندوز سيرفر اللي هو ديال شركه ويندوز. دابا ويندوز حنا بون باش نفهموا هاد الانظمه، كاين عندنا الويندوز سيرفر، بون كاين عندنا الويندوز سيرفر، وكاين عندنا لينكس.
كاين عندنا لينكس، كاين عندنا لينكس وكاين عندنا الويندوز. كاين ديال ابل ولكن اتس بولشيت، واحد ما تيخدم بهذا. شكون اللي يخدم ديال ابل؟ ابل راه مغليه علينا التليفونات، مغليه راه مغليه عليك حتى السيرفرات. المهم هذا ما تخدمش به، ما داعي لي ديكريه ولا انا نبدلو فيه جهد. دابا ويندوز ناخذو نفهمو بعدا علاش دايرين ويندوز سيرفر وعلاش دايرين لينكس سيرفر. دابا حنا ملي تنهضروا على واحد النظام التشغيل، هذا النظام ديال التشغيل، هذا النظام ديال التشغيل، حيت حنا ملي حيت البيسي بلا نظام تشغيل او لا السيرفر بلا نظام تشغيل او لا تليفونك بلا نظام تشغيل او لا السياره بدون نظام تشغيل، فهي قطعه خرده، قطعه من الميتاليك من الحديد ومن الالومنيوم، لا تنفع ولا تصلح لشيء، لان الانظمه ديال التشغيل هي الروح، هذيك هي الروح. تخيل معي ان ذلك الجهاز هو الجسد ولكن الروح هو النظام التشغيل. فبطبيعه الحال هذا الروح هذه او هذا النظام التشغيل يختلف، لان حتى يعني المتطلبات او الاحتياجيات تختلف. ملي كنكونوا كنخدموا مثلا بويندوز اكس بي ولا فيستا ولا ويندوز 8 ولا ويندوز 10 ولا 13 ولا 14، المهم انت ملي تخدم داك الويندوز، داك الويندوز دايرينو الناس اللي بغاو يخدموا شي حاجه في البيسي، بغا يتصفح صفحات ويب، بغا يلعب العاب، بغا دايرين هذا الاستخدام العادي. ولكن السيرفر عنده استخدامات اخرى، احتياجات اخرى، كيخصو اداره موارد بطريقه اخرى، لانك داك النظام التشغيل ويندوز مثلا 10 اللي انت خدام به، هذاك راه مديور غير باش يخدم بيوتيليزاتور واحد يخدم فيه ولا جوج يخدموا فيه ولا ثلاثه ولا اربعه، ما مديورش باش يخدموا فيه مليون واحد، 100000 واحد، ما مديورش باش انه نشوفو تيوك يقرا يرقص تماما، مريض في راسو، مريض هذوك ابل ما فهمتش، المهم ما علينا. فما مديورش باش يخدموا فيه بزاف الناس. اذا هذا النظام التشغيل حيت قلنا هو الروح، اذا غادي خصنا واحد النظام التشغيل اخر اللي كيقدر يدير يجيري ليا لي غوسوخس ديال السيرفر بواحد الشكل اكبر، ويكونوا فيه خدمات اكثر. دابا انت مثلا في نظام الويندوز عندك مثلا ما غاديش تلقى الاف تي بي، يعني غير تاكتيفي، لا هو ممكن تاكتيفي الا بغيتي، ولكن باغ ديفو ملي انت تانستاليه مثلا الويندوز ما تيكونش عندك سيرفر اس ام تي بي، ما تيكونش ماكتيفي عندك في النظام اس ام تي بي ديال الماينين، ما يكونش عندك ماكتيفي الاف تي بي، ما يكونش ماكتيفي عندك الاباتش. هنا تنهضروا على دوزياس في الويندوز، كنهضروا على دوزياس سيرفر دوزياس دو اي اس، ملي تسمع دوزياس عارف راه ويندوز سيرفر هذاك، حيت الاباتشي غالبا كنهضروا على لينكس، ما يكونش ماكتيفي دوزياس. هادشي ما ماكتيفينوش ليك، علاش؟ حيت انت ما تخدمش بهادشي، انت اخويا بغيتي بيسي تانستالي فيه فوتوشوب، ما دايرينش ليك انت بيسي باش هذا. ف داكشي علاش تيخصونا انظمة تشغيل اللي كتجيري هاد لي غوسورس بشكل افضل. داكشي علاش عندنا الويندوز سيرفر وعندنا لينكس، ولكن في العواقب شنو هو اللي اكثر شعبيه؟ شنو هو الحاجه اللي كيخدموا بها الناس بزاف؟ المواقع الكبرى بزاف منها فيسبوك، منها شنو هي؟ ماشي هي الويندوز. حيت علاش؟ لان الويندوز مكلف من جهه، ثغرات امنيه حدث ولا حرج. اما نظام لينكس لا، لان نظام لينكس واحد النظام اللي نوعا ما اوبن سورس، نظام اللي فيما تكتشف شي ثغره امنيه يتم ترقيعها بسرعه. نظام كذلك في لا جيستيون دي ريسورس ديالو، اداره الموارد افضل بكثير من الويندوز. داكشي علاش الكبريات الشركات كيخدموا باللينكس. الا مشيتي لفيسبوك دابا وهزيتي لادريس بوبليك ديالو ومشيتي مثلا تقلب على نظام التشغيل اللي كيخدم به، اللي تخدم به تدخل هادشي مسمى الانيميريشن، دير انيميريشن على ديك لادريس بوبليك، يطلع لك لينكس، يطلع لك ويندوز. طبيعة الحال هاد لينكس كذلك هو فيه مجموعة من التوزيعات، هذه مسألة مهمة. لينكس ماشي هو الويندوز، تنعرفو ويندوز سيرفر سالينا، لا لينكس فيه بزاف ديال التوزيعات، وكاينين شي فيه بزاف ديال التوزيعات، ما غاديش نقدرو حنا في هاد اللايف نبقاو نعددوهم كاملين بزاف، ولكن كاينة واحد الحاجة كتسمى المين ديستريبيوشن، كاينين شي توزيعات أم، توزيعات الأم هما الام، دوك الاخرين غالبا تلقاهم بنين عليهم،
كيفاش مبنيين عليهم. يعني كتلقى السميه ولكن سطور الاوامر اللي تنكتبوا، وهذا الشيء غنشوفوه من بعد، دوك سطور الاوامر اللي تنكتبوا مثلا كتلقى في نفس التوزيع الام توزيع نفسها في دوك التوزيعات الصغار. مثلا نعطيكم مثال، ها مثلا ملي كنهضروا على توزيع من توزيعات الام، مثلا دوبيان، الدوبيان توزيعه ام، هي التوزيعه الى قريتي الدوبيان عرفتي تتعامل مع الدوبيان، غتعرف تتعامل مع ابانتو، غتعرف تتعامل مع كالي لينكس، غادي تتعلم تعرف تتعلم مع واي فاي سلاكس. يعني هادو اشنا هما؟ هادو توزيعات جاو تحت التوزيعه الام، شدوا التوزيعه الام اللي هي دوبيان الروح هي الموطور، وصوبوا عليها توزيعات اخرى. كاين عندنا توزيعات، كاين عندنا الار بي ام اللي هي مبنيه عليها الفيدورا. دابا مثلا تعلمتي الار بي ام غادي تولي تعرف تخدم بار فيدورا بالسينتوس، غتعرف تخدم بهادو. تعلمتي الدوبيان كما قلت غادي تعرف تخدم بكالي لينكس. هذا المهم، انا اللي مهم عندي هو انه على الاقل خاصك تعلم تخدم اما بدوبيان، على الاقل تبدا بدوبيان، يعني تعرف تخدم بدوبيان. لانه لا حيت باش ملي كنخيو ان سيرفور، لانه حنا دابا ملي قلنا مثلا حنا غنصاوبو واحد سيرفور ويب، او لا مثلا غنصاوبو واحد سيرفور في بي اس، راه هذاك السيرفور راه انت كخيتي، ولكن خاصك تانستالي فيه نظام تشغيل. هذاك النظام التشغيل اللي غتانستالي فيه على الاقل خصك تكون تعرف تجيري. بحال مثلا بدا بدوبيان، انا نصيحتي للناس اللي كيتابعوني يعرفوا يخدموا بدوبيان، وغادي ان شاء الله نبازيو كاع دوبيان حيت ساهل ومزيان. يعني كاين اللي غايقول لي لا سينتوس ولا تا سينتوس مزيان، المهم ما علينا. بدا بدوبيان، يعني ملي غادي نشوفوا ان شاء الله نصاوبوا سيرفر غنصاوبوا دوبيان. اصلا فكرتوني في الحلقه ديال الفي بي ان، لا الفي بي ان نخدموا على سينتوس، ما علينا. المهم على الاقل خصك هو شوف خصك تخدم بدوبيان، تعرف تخدم بدوبيان، تعرف تخدم بالار بي ان ضروري، وحده من هنا وحده من هنا، تعرف تجيري هنا وتعرف تخدم هنا. مي على العموم الا كنتي غتخدم غير بسيرفر واحد او لا، هذا بدا بدوبيان، لان دوبيان هو السهل. نصيحتي ليك بدا بدوبيان. هضرنا على الفي بي ان، قلت لكم الخوت اذا ان شاء الله راه غادي نصاوبوا سيرفر في بي ان، وغادي نشرح هادشي اللي قلنا دابا في الحصه الاسبوع المقبل. فيديو غيكون فيديو خاص غادي نشرحوا كيفاش تصاوب في بي ان، اللي غنجمعوا فيه النيتوركين، وغنجمعوا فيها هادشي اللي قلنا في بي اس كيفاش كيتخيا العيلات، كيفاش كيتخيا هادشي كذا. يعني غنجمعوا جوج ديال الحوايج. اذا هادشي اللي كاين الخوت، هادو هما المفاهيم الهامه اللي خاصكم تعرفوا. الا كاين شي سؤال في الثلاث دقائق اللي بقات قولوا لي الخوت، طرحوا لي الاسئله. لينكس واش كيكون في التليفونات؟ اندرويد راه مبازي على يونيكس، حيت بون لينكس مبازي على يونيكس، اذا التليفونات راه مبازين على يونيكس، اندرويد راه مبازي على يونيكس. خو الاخ الاخوان اللي كيسولوا اسئله اللي بعيده كل البعد على هادشي اللي كنقول، اللايف ديال هاد الدرس او لا كيما اتفقنا شحال هادي كيكونوا خاصين بالدرس. كاين شي لايف الدرس مرحبا، ما كانوش اسئله غنمشي حالي. اسمحوا لي، شكون اللي عنده شي سؤال هنا في انستغرام تا هو؟ اسمحوا لي، انا نصحك تبدا بدوبيان اخويا، احسن حاجه تبدا بدوبيان، حيت الدوبيان بغيتي تقرا بغيتي تخدم بكالي لينكس خصك تكون تعرف الدوبيان، تعرف تجيري شير كومنتس، تيتسموا شير كومنتس ديال الدوبيان. كنتي بغيتي تخدم، شوف اكثر التوزيعات سورتو اللي تيكونوا في اختبار الاختراق تيكونوا عندهم علاقه بالدوبيان. الريد هات كما قال الريد هات كذلك واحد التوزيعه اللي هي عريقه جدا، الريد هات توزيعه عريقه جدا. صافي هادشي اللي كان الخوت. تقولوا لي الدراري انا واش يمكن ندير التعدين بالار دي بي؟ ما غيخليوكش الشركات. ممكن اخويا، ممكن السي رضوان قال لي واش ممكن يدار التعدين ممكن، ولكن ما غيخليوكش الشركات انك تستنزف لي غوسوغ ديال لي كارت غرافيك، وتيخصهم يكونوا دي غوسوغ ديال لي كارت غرافيك، فهمتي؟ يعني كارت غرافيك اللي خاص هذاك الار دي بي الكارت غرافيك تكون فيه طالعه كغوسوغ كتخدم بها انت،
مي ما يخليوكش الشركات، لان اون فوا غيخصوك كدير التعديل دوك لي كارت غرافيك، حيت انت مسكين دابا انت عوض ما تمشي تشري كارت غرافيك بزاف لي كارت غرافيك ساوين الثمن ودير بهم التعديل في العملات وتجي تمشي تاخذ الاسير. هي فكره كدار وكيديروها الناس، ولا كانت هي فكره طاحت لك في بالك راك انت كتفكر مزيان صراحه، انت كتفكر مزيان غير هو خويا الشركات اون فوا كيشوفوك كتستهلك لي كارت غرافيك لي وصلت لي كارت غرافيك تيقول لك اجي وليدي انت كدير التعديل. لا ممنوع، حنا ما عطيناكش تصاوب بالار دي بي، حنا صرناك باش مثلا بغيتي تمونطي شي الاخ اللي سولني على الار دي بي، حنا مثلا بغيتي تصاوب الناس اللي كيمونطيو دوك الافلام وداك التخربيق تيقدروا يخدموا بهذا النوع ديال السيرفيس. تطور مدفوعه واخا غير ثمن رمزي باش تنقص شويه ديال بوزبان. بدي خلع هو انا اللي عليا كنديرو، انا كما قلت لكم لزمت راسي، اللي بغى يستافد يستافد، مول يستافد لا تستافد العام لا العام الجاي خلي امك هكاك نيت مزيان كلخ نجي اللي خليك هكاك هكاك بيتك انا هكاك. طيب ما بقى حتى شي سؤال في انستغرام فيسبوك والو. واش الكلاود فلير كافي لامان الهوستينغ ولا بد من احتياطات اخرى؟ خويا ملي كتخدم بشير هوستينغ اذا هذا سؤال، المهم هذا سؤال الاخ سول على الكلاود فلير، هذا سؤال شويه نيفو الناس اللي كيتابعوني، المهم غادي يتلفوا، المهم ينساو هذا الشيء تنوصلوا ليه. الاخ اللي سولني على الكلاود هوستين، خويا انت خدام بشير هوستين كما لو تقول لي العكر على الخانونه، ما تقدر تخدم كلاود فلير مع في بي اس، متفق معاه، دير لي الكلاود فلير مع في بي اس متفق معاه، ديروا لي شير هوستين ولا هوستين لا غير متفق بتاتا انا خويا زكريا، لان خاص يكون الاساس صحيح، الاساس خاصو يكون صحيح. انت داير مثلا شيرد هوستين ودير كلاود فلير، كلاود فلير اش قلنا حنا في الاول؟ قلنا راه ممكن مثلا تامن الموقع ديالك، ولكن انت راه معاك مواقع اخرى ما نامناش، ما وصلتش، غنحاول انا كهاكر نبيراطيك، غنوحل فيك، غندوز لك من جهه اخرى، غنبدل الطريق، ما نبقاش مركز عليك انت، غنبدل الطريق، وهذه هي طريقه التفكير الهاكر في جميع الاحوال، يعني مثلا ملي تقدر شي هاكيك انت تيمشي يقلب على النواحي، مثلا بغيت نهاكي امير راغب، بدي هذاك خونا ما عرفتش كيندوز ليا اش غايدير، غنمشي يقلب على الدريات اللي خدامين معايا تنوريهم اش يديروا، غنمشي يقلب على الدريات اللي خدامين معايا، فهمتيني؟ يشوف شي وحده ما عارفاش مثلا تسيكوريزي بيسي ديالها ولا هذا، يدير شويه السوشيال جي جلس يحضي، شوف البير شكون تيخرج شكون تيدخل شكون هادي هذا، فهمتي؟ يهز كونتاكت ديالها، يبني معاها، فهمتي؟ ما قدرش هو يجيك فاس، غيمشي يدور عليك، فهمتي؟ وبيراطي، بغيتي تسمى هكاك في الاخر. نفس الفكره، يعني الاساس خاصو يكون صحيح، الاساس ديال خاصو يكون صحيح، يعني خصنا سيرفر يكون صحيح، فهمتي؟ سي دان كلاود فلير هادشي علاش كنهضرو السي مرمون، ما رانا مو المهم مرناوني با مين شي كلاود بيت بير هاورز يكون بور 25 اوبن، تبارك الله على خاطر مايلين ولا بيتو ليك اخويا راه ماخد راه سؤال اخويا صعب الاجابه. خوت شوف الخوت ديال السبام وداكشي بلا ما تسولني هذا السؤال عاد لا يمكن ان اعطيك اجابه في هذه القضيه. الاخ اللي قال لك اودي انا باغي نشري في بي اس محترم وما عنديش فكره ديال الناس، الاخ بورد ار ان خويا ما قادرش باش غتخدم، خدم اخويا بي اس يو جو، مالك اخويا بغيتي تسد راسك وانت ما عرفتيش عيب يدخلوني 1000 واحد خاصني القد والقد، علاش بغيتي تمرض راسك؟ سير اخويا دير بي اس يو جو، داكشي اللي كتستهلك تتخلصوا لهم في الشهر والله يعاونك، بحال كتخلص الماء ولا الضو، علاش انت بغيتي تبدا تحمق راسك؟ راه بي اس يو يوز راه كاينين الناس ولاد الحرفه وما عيق كاع ما عارفينها واش كاينه، والله الا تنهضر معكم بصح، انا تصدمت في واحد خويا تنهضر في بي اس يو كاع ما فاهم واش شناهو هاد بي اس يو يوز، راه فك هاد المشكل، خلص اخويا داكشي اللي كتستهلك خلصو وسير الله يعاوني ويعاون، مالي انا بغيت نمشي نخلص انا في بي اس بزبالات الفلوس، تخدمني بي اس يو يوز وهني كاو بي اس يو جو، كل المهم الاسم اسماء تختلف تجاريه، تلقى بي اس يو يوز ولا تلقى بي اس يو جو. بحال الاخ اللي قال لي الراس ديري، الناس اللي بغا يديروا الاوتوميتيشن الانترنت اوف ثين او الناس اللي بغا يخدموا الدوموتيك، راه هنا في المغرب بعدا كاين واحد النقص كبير ديال المهم اللي بغا يخدموا في الدوموتيك، قرا دوبيان لان دوبيان مزيان لك، دوبيان اكثريه هادشي ديال الانترنت اوف ثين تيخدم على الدوبيان، ملي تنقول الدوبيان يعني اي توزيعه تتخدم على الدوبيان، لان قلنا سطور الاوامر الدوبيان راه جميع التوزيعات بحال ما كاينش شي اختلاف.
المهم هادشي اللي كاين الخوت، تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا معنا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الاخوان اللي استفدوا معنا، او للناس اللي كيعتقدوا ان هذا اللايف هو لايف مفيد، ما تنساوش انكم تبارطاجيو. نشوفكم ان شاء الله السبت المقبل فيما يخص باقي جزء اخر من اداره السيرفرات والخواتيم. الى ذلك من حين وانظمه التشغيل سيرفرات والخواتيم، المهم اداره السيرفرات وانظمه التشغيل. باقي عندنا جزء ثاني قبل ان ننتقل ان شاء الله، وباذن الله سننتقل الى انشاء موقع الكتروني. الى ذلك من حين دمتم في امان الله. هل من الجيد انشاء سيرفر منزلي موقع انترنت كبداية؟ لا اخويا محمد الطنجاوي، ليست فكره جيده. لماذا ليست فكره جيده؟ لان الضوء عندك تيتقطع، فهمتي؟ انت صوتي سيت ومشاد، اش بغيتي دير في هذيك اللحظه؟ لا ما خدامش، ما خدامش. انشاء سيرفر منزلي بغيتي دير شي سيت ويب مثلا للعائله تكون كبير تضحك به، هذا ماشي ديال الخدمه، ماشي ديال الخدمه. سيرفر منزلي ماشي ديال الخدمه، وباك غادي يخلي ضربك، غايقول لك اوليدي ولا تيجينا الضو غالي. ايه بزاف ولي يستهلك ليه الضو، ما يفهمش ليك الوالد هذيك الهضره. تقول لي لا انا دير سيرفر منزلي، يقول لك دير سيرفر منزلي ست دير دارك ودير سيرفر منزلي. حيت الا خديتي البيسي خدام 24 ساعه 24 ساعه راه الضو بغيتي تهلك الوالد ديالك في الضو. المهم على ذلك، المهم تنشوفكم ان شاء الله، تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.